من كوت ديفور غربا إلى إثيوبيا شرقا، تعد أفريقيا موطنا لبعض الاقتصادات الأسرع نموا في العالم، وكثيرا ما تدعي المناقشات دخول القارة حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي والابتكار والفرص الاجتماعية، وكثيرا ما تثبت الدراسات والمناقشات العالمية الدائرة حول الطاقة المتجددة والسعي إلى إيجاد بدائل لوقود أحفوري أنظف وأكثر خضرارة. عادة ما تتصدر طاقة الرياح والطاقة الشمسية عناوين الصحف، على الرغم من أن أفريقيا تفتقر إلى نظام نقل كافي، فقد أدت التطورات الجديدة في الصناعة والتصنيع إلى نمو سكاني هائل وزيادة التحضر وارتفاع استهلاك الطاقة والتقدم الصناعي الكبير الذي أحدثته العلماء. إن بناء السدود يمثل رحلة حضارية نقلت براعة الإنسان والهندسة الهيدرولوجية وجميع الابتكارات والمكاسب التي جاءت معها إلى مستوى جديد من التطور، ولكن لا تعد السدود كافية لتعزيز الطاقة، ويجب العمل لإيجاد طرق إضافية. ما نقدر نقول حل مشاكل الطاقة كلها عن طريق السدود، لأن السدود برضو عندها إمكانيات في النهاية. هذه بتعتمد على احتياج البلد المعني لكم من المقاوطات او الجيجاوطات المطلوبه مثلا سنويا. مثلا قد يكون في محطه بتاعت كهرباء تنتج تكفي مثلا، وقد تختلف في مكان لاخر، لكن السدود هي بالتاكيد احد الحلول المهمة جدا والممكنة والتي يعول عليها كثيرا في زيارة إنتاج الطاقة الكهربائية، زي ما قلت في البداية لأسباب يعني رخص أو قلة تكلفة التشغيل بتاع، يعتبر مجانا يعني التشغيل، لكن قد يكون في تكلفة أولية كبيرة في الإنشاء. تصدر بعض البلدان الأفريقية الطاقة إلى الدول المجاورة أو السوق العالمية، بينما تفتقر دول أخرى في القارة إلى البنية التحتية الأساسية. ووفقا للمهندس خالد محمد الطيب، تعتبر إثيوبيا ضمن البلدان الأفريقية الرائدة في الطاقة النظيفة. إثيوبيا أكثر من 90% من الطاقة الكهربائية فيها منتجة توليد ماء، طاقة نظيفة، فبيبقى بالضرورة إثيوبيا من الدول اللي يعني تعتبر رائدة في الطاقة النظيفة والخضراء. ما أظن حيكون عندها إشكالات يعني كبيرة في إنها تواكب المتطلبات بتاعت مؤتمر باريس واتفاقية باريس والمسائل المتعلقة بالبيئة والمناخ إلى آخره فيما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية. كينيا تتمتع بطاقة حرارية أرضية كبيرة جدا، و بدت إنتاج ويمكن يكون مساهمة الطاقة الحرارية الأرضية كبيرة جدا في المزيج بتاع الطاقة في دولة زي كينيا. وهذه الطاقة الأرضية الحرارية الأرضية هي بشكل طبيعي لأنه في الوادي الأخدودي الأفريقي العظيم يمر من إريتريا ويمر بإثيوبيا وبكينيا وحتى ملاوي وموزمبيق إلى آخره، فدي كلها فيها إمكانيات لتوليد طاقة حرارية أرضية. وأضاف أن منظمة حوض تسعى للتعزيز التعاوني الإقليمي وجعل أفريقيا رائدة في إنتاج الطاقة النظيفة. منظمة حوض خاصة بدول شرق أفريقيا، أعتقد إحدى منظمات الكوميسا، كويس، منظمة حكومية مشتركة فيها كل الدول حكومات المنطقة، وهي مهمة تطوير التعاون الإقليمي بين هذه الدول، وموجودة وعندها مكتب هنا في أديس أبابا، كويس، اسمها بالانجليزي ايسترن افريكا باور بول، اوكي، وموجوده يعني تبحث عن مشاريع مشتركه، وفي مشاريع كبيره جدا ومشتركه بين الدول دي. يعني مثلا في حاليا خط 220 كيلو فولت موجود مثلا بين السودان واثيوبيا، لكن السعه بتاعته لحد 280 او 270 ميجا وات،